هي الجمعة الأولى من شهر رمضان، لم تختلف عن سابقاتها. الجزائريون يواصلون حراكهم السلمي رغم مشقة الصيام ودرجة الحرارة المرتفعة، حرارة دفعت ببعض السكان لنثر المياه من على الشرفات، إلا أن حرارة إرادة هؤلاء تأبى الانخفاض، أين صدح الجميع برحيل الباءات المتبقية وإلغاء رئاسية الرابع من جويلية. صايمين خارجي لكم، فاطرين خارجي لكم، كل جمعة خارجي لكم، ما تفهموش تولي كل يوم. الانتصار تاع المسلمين كان في رمضان، وإن شاء الله انتصروا هذه الخطرة ويروحوا كاع الباءات. أنا كانوا ظني ما نخرجش في رمضان. الجمعة الثانية عشرة لم تتغير فيها مطالب الشعب، فمكافحة الفساد ورحيل نواته على كل لسان، وحملة التوقيفات في نظر المتظاهرين غير كافية. وش راهم يستناو أكثر من هذه؟ ثلاث سمانات، ربع سمانات، ما قنعوكمش هذو ولا وش راكم تستناو؟ وش ولا ما قنعوكمش الشعب هذا اللي راه خارج؟ وش راهم يحوسوا فوق أكثر من هكذا؟ احنا نحوسوا نبنيو جزائر جديدة، جزائر بالشباب هذوا وبالشباب بناتنا وولادنا، باسكو العصابة هذه ما حبش تطلب. لي فوطون برا، شكون عم عمل الفوط؟ وما عم تهدر، عم يقول لك روح، يروحوا كاع وخلاص، هذا ما كان. بعد أن خرجوا نهاراً وليلاً وفي الجمعة وفي غيرها، ها هم الجزائريون يؤكدون استمرارهم في الحراك بحضورهم صائمين صامدين ليبعثوا برسالة مفادها الوفاء حتى افتكاك مطالبهم ولو إلى حين.